السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الموقع جميل جدا بكل اختصار. انت بس بتكتب هنا انت عندك كام سنة، مثلا 30 40، الارتفاع بتاعك، الوزن بتاعك، وهو يبدأ يعمل لك النظام الدايت بلان الصحي اللي مناسب ليك. تمام، يعني المفروض هتاكل ايه وهتعمل ايه والحاجات دي كلها، السناكس اللي مسموح بيه مثلا فاكهة طبعا وكذا، وايه الحاجات اللي المفروض تاكلها في العشاء وفي الفطار وهكذا. تمام، انت ممكن تخش على شات جي بي تي وتبدا تكتب له، بلكن هو اختصر عليك الموضوع او ادالك وجهه مرئيه، فالموضوع اصبح سهل ان شاء الله.